السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد المرأة نسميها الحاجة، كانت عايشة في واحد الفيلا كبيرة وعريضة وفاخرة. ديك الفيلا هي وبنتها، وعندها واحد الخدامة عاملة منزلية، وعندها واحد الأساس. هاد المرأة الكبيرة أو الحاجة كانت عايشة مع راجلها في هاد الفيلا. راجلها توفى هادي شحال من عام وبقات عايشة غير بوحدها، يعني مرأة أرملة هي وبنتها وعندهم خدامة فقط، والأساس على برا هادشي اللي كاين. الأساس راجل كبير، هي مات راجل الله يرحمه هو كاين تمايا. الخدامة باقا صغيرة، جابها راجلها من واحد الدوار وعطف عليها، وتقريبا كانوا كيعتبروها بحال بنتهم، وهي خدامة ديالهم يعني كبرات معاهم لحتى صارت شابة حاليا. عطينا واحد البيت كاين في السفلي، يعني السفلية ديال الفيلا، وهما ساكنين في الطابق الأول مولي الفيلا مزيان. واحد النهار من نهارات غادي يفيقوا مولي الفيلا الحاجة مع بنتها والعساس، وهادشي دا في تالي الليل، يعني جوي هديك جوج بحال هكاك تلاتة ديال الليل. غادي يفيقوا على الصراخ والصداع والأنين ديال الخدامة العاملة المنزلية، تلغوات ما قادرش تغوت. المهم نهضت الحاجة شعلها الضو هي وبنتها، ودخلوا البيت ديال الخدامة شعلوا الضو، كيلقاو الخدامة مكتفة من يدها ورجليها والفم ديالها مكمين ليها بشي زيف خاشن تمايا، وزامطين ليها فمها باش ما تدويش او باش ما تصرخش. طلع الاساس حتى هو على اثر هاد الصراخ هذا، طلع حتى هو كيشوف شنو كاين. هذا الخدام ملي فكوها شنو قالت ليهم؟ قالت لي ما ودي راه واحد الشفار دخل عليا من الشارجر هنا، الشارجر فيه على النيت ديال بيتها، كان كيشوف في الجردة مباشرة. كيما قلنا هي ساكنة أو عطينا السكنة في هذاك البيت في السفلية. قالت لي ما ودي راه دخل عليك الشفار من هاد الشارجر، الشارجر كيعاينوه مول الدار مع الأساس، كيلقاه نيت هذوك البيبان ديالو منصولين، مكانش ديال ألمنيوم ولا شي حاجة غير ديال العود عادي، يعني منصولين دوك البيبان ديولو طايحين تما في الارض. يعني السيده كلامها صحيح، الشفار دخل عليها من هنايا. قالت لهم ملي دخل عليا باغتني في ذاك الليل، فيقني من الناس، بغيت نغوت خلاني، هددني بجنويه، كتف ليا يديا مع رجليا ودار ليا هاد الزيف على فمي، وقال ليا الا دوزتو شي حاجه غادي نجي نقتلك حتى الاولى. ومشى. واحد اللحظه رجع هو هادشي حاجه في يدو، عرفتو شفر الفيلا، وعاوتاني نقز من الشرجم وهرب. اللي حتى هرب عاد غوت هادشي اللي كاين. هنا الحاجة مع بنتها مشاو كيجريو، مشاو للغرفة اللي حاطين فيها المتاع ديالهم، الذهب وفلوس وأي حاجة ساوية تمايا. مشاو حلو كيلقاو واحد المجر اللي محطوط فيه داك الذهب وما إلى ذلك، وعندها الذهب بكمية كبيرة هاد المرة هادي كانت، وعندها فلوسها وما إلى ذلك. السيدة لاباس عليها، ما لقاو تيش حاجة، تا حاجة ما كاينة، تا حاجة والو تقول، يعني السيد عارف شنو كيدير وغادي مقصد للبلاصة ديالو. ولكن هنا السؤال، الحاجة مع بنتها ما ساقوش الخبار والو والو، حتى حاجة ما كاينة، ما حسوش حتى بشي حاجة. العساس ملي هضرات معاه المرأة مول الدار قالت له انت فين كنتي ملي السيد دخل وهجم وكتف الخدامة ودخل شفر الفيلا وخرج شو حال فين كنتي؟ قال لا 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 انا بلا ما تلوميني، انا راه كنت في الباب، وهي كما قالت لك الخدامة راه دخل ليها من الشرجم، اكيد نقز من السور من جهة لاخرى، راه ما يمكنش. هنا كلام الاساس صحيح، يعني السيد ما دخلش من الباب اصلا مزيان. يعني هنا يا صافي اتصلت الحاجه بالبوليس، البوليس جاو داروا معاينه الاول ديالهم، رفعوا البصمات، رفعوا اي حاجه، ولو ان البصمات ما كاينينش، يعني الشفار كيعرف شنو كيدير. دابا غادي يهضروا مع جوج ناس المشابه فيهم، يا اما الاساس يا اما الخدامه. لان علاش مشابه فيهم كما قلنا؟ لان هاد الشفار على حساب التحريات تاع البوليس عرفوا بان الشفار عارف المداخل والمخارج على الفيلا، ومشى مقصد البلاصه ديال الذهب والفلوس. وشكون اللي قال لي بانه راه كاينه في الغرفه البلاصه في الفلانيه كاين الذهب كاين الفلوس كذا، ما مشى حتى شي جهه اخرى؟ وعلاش ما دخلش مثلا الغرفه ديال الحاجه او الغرفه ديال بنتها مثلا، اعتقادا منه انه كاين الذهب تما والفلوس مثلا؟ هاد السيد هذا عارف كلشي، لهذا حقه مع الاساس، الاساس حقه معاه مزيان، قالو يشوف ما يمكنش تاع الاساس هنايا بليل ونهار، والسيد دخل وخرج وشفار وكتف المرا وكذا، وانت ما شفتي الدنيا اخبار.
عاودنا شنو واقع. قال لي ما سيدي انا ما عارف والو، انا عندي هالبيت هذا كنبقى عايش حقيقه بالنهار، ولكن بالليل الدنيا مأمن هنايا، وما عمر وقع علينا شي حاجه او شي فيلا مجاوره تسرقات ولا شو، ولا وقع شي مشكل صافي كتوصل لك 9 بحال هكاك 10، كتكون الخدام هبطات لي العشاء صافي كنتعشى شويه كنطرق البيبان صافي كنضرب واحد الدوره خفيفه وكنرجع للناس صافي عندي بيتي كندخل ليه. دخلوا لهداك البيت فعلا نيت ملي فيه واحد الشرجه من داك البيت يعني كيشوف الجرده كامله، ولكن قال لي انا كنعس صافي مره اللي ضرباتني فايقه بالليل كنضلها من الشرجه ملي كاين شي حاجه وصافي وكنرجع للناس حتى حاجه ما كاينه يعني السيد كينعس وصافي. يعني قال لي انا ما شفت حتى شي حاجه، هاد السيد اللي دخل من السور، نقض من السور ودخل وغير دخل من الباب تاع او الشارجه عفوا ديال الخدامه مزيان مشاو عند الخدامه. الخدامه ملي كيحضروا معاها اول ملاحظه غادي لاحظوا ان هذاك الشرجم هي قالت لهم وكما قال العساس هذاك الشرجم اللي كتنعس كتسدو كتسدو، هو كما قلنا ديال العود ماشي الومنيوم كتسدو وكتنعس يعني كتسد على الشرجم. هاد الشفار هذا يعني الا افترضنا مثلا هو جا مع جوال 12 ولا مثلا الجوج بحال ما هكاك نقز وهبط الجردة كل العساس ساد عليه ونعس مزيان، مين يحاول يدخل من شرجم شرجم راه مسدود كيفاش غادي ينصل البيبان ديالو؟ يعني غيدير واحد المجهود غادي يجيب شي حاجه بقى يهرس في هذاك الشرجم مثلا باش يحل البيبان، وهادشي هذا ما غيفيقش بيه العساس مثلا وما غتفيقش بيه الخدامه وتبقى تقوت. يعني السيد جا لقى الشرجم محلول مزيان، والخدامه شنو قالت لهم؟ قالت لهم لا انا كنسد الشرجم اسيدي، هو دخل ليا من الشرجم وحيد دوك البيبان ديالو، راه ما يمكنش يحيدو الا كان مسدود، حنا كنحيدو البيبان تاع الشرجم الا كان محلول، كندير ليه غير بحك من لتحت واحد الضربه خفيفه كيحيد، ولكن الا كان مسدود راه مستحيل انك تحيدو، راه خاصك دير معاه واحد المجهود باش تفرقعو ويتحل عاد تحيد البيبان. هنا هضرتها كتدخل وتخرج فيها، كتقول لهم انا ساده كنسدو عليا وكنعس، هو دخل ليا من تما ما حسيتش بيه اللي حتى دخل. قالوا لي مزيان هذه نتجاوزوها اسيدي، هو دخل لك تم اللي الله دخل لك واش على الضو او لا شعلتي الضو؟ قالت ليهم لا ما عطانيش فرصه نشعل الضو، كان داير غير بيل توجهو مشوش داير غير بيل كيسني عليا صافي. وكيفاش شكتك؟ هاو ايد هاز فيها البيل ايد هاز فيها الجنويه كيفاش شكتك؟ ما يمكنش كتفني اسيدي كتفني، اشي حاجه ما داخلاش العقل ما غوتي ما والو. هذيك المهم هذيك المره الاولى فاش شفتيه كان بامكانك تغوتي عاد وغادي يهدك مثلا. يعني السيده كتدخل تخرج في الهضره ماشي على لا ضو هاز جنويه وهاز بيل وكي كتف فيها ما يمكنش، والشرجم كان مسدود على حساب الاقوال ديالها، هو مشى ديركتو مول البلاصه فين كاين الذهب وديك البلاصه كاين فيها الذهب، قالت لهم الحاجه العساس اصلا كيدخلش عندي بزاف وواخا هو قديم معانا راه ما عارف والو، الخدامه الا عرفاني فيك حط الذهب والفلوس. يعني شدو فيها مزيان وزيروها قول لها شوف جميع الدلائل ضدك. هنا قالوا له واحد القضيه قال له شوف البصمات حنا لقيناهم وعرفنا ديالهم وغادي نوصل ليه، هما راه ما لقاوش البصمات لان الشفار حساب المعرفه ديال البوليس كان داير اللي قالت او كان مستعمل شي حاجه يعني البصمات ما كاينش، ولكن قالوا له الهضره هذه باش الا كانت شي حاجه تخرج. هنا صافي ملي زيروها وحقوا معاها مزيان ضغطوا عليها ديال بصح هي ستعرف انفجرات او هي تعرف. قالت لهم هو السبب، هو انا ما عندي حتى شي علاقه بهادشي. دابا كيفاش وقع في هاد القضيه هادي؟ اسيدنا الكرام هاد الخدامه هادي كما قلنا كبرات مع هاد الناس كبرات معاهم، نيا مات راجل الحاجه الله يرحمه صافي هي هذيك ملي كبرات معاهم وصارت شابه، هاد البنت تعرفات على واحد السيد، هاد السيد هذا ناوي معاه حلال باغي يتزوج بها، عارفه خدامه وما الى ذلك، كيخرج وياها يمشي وياها وكلشي يعني عارفهم راهم مخطوبين، ولكن هاد السيد هذا ما كانش عندو شي عمل اللي وقار او لا عمل اللي هو مستقر، يعني مره يخدم مره ما يخدمش الله مكافح مع الوقت وصافي، وهما ما كانش عندهم باش يديروا العرس باش يكريو شي دار ولا شي حاجه يعني قاتل مع الوقت ديال بصح. هنا قال ليها شوف لينا هذيك الحاجه تسلفنا بما انك انت راكي بحالي بنتها قديمه معاهم وكذا وكابره معاها تما في الفيلا تسلفنا هي لاباس ليها.
حيت شي كتقول لي ديما الحاجه اللي لاباس عليها عندها ذهب عندها فلوس وكذا وما عرفت شنو ديما كتعاود لي عليها. قال لي شوف مادام هي عندها فلوس تسلفنا نديرو العرس ديالنا، تسلفنا نكريو، تعاوننا في هاد المحنه، يكتي كتعتبرك بحال بنتك. قالت لي لا 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 الحاجه انا عارفها مراه مزيانه وكلشي ولكن راه بخيله ما تعطيني حتى شي حاجه، انا اللي عارفها شوف افوت هذيك القضيه. لا لا السيده من ما نقول لها والو وهي ما تعطينيش زيدون. ايوا صافي هنا بقى كيخرج هو وياها، ولكن السيد بغا يدير العرس وبغا يستقر حتى هو يدير الدويره ديالو كلشي، ولكن الله غالب ما قادرش. هنا شنو قال لها عاوتاني؟ اقترح عليها، اقترح عليها بانه مادام انت كتيق فيه وكلشي دخلي هزي الذهبات هزي الفلوس جيبيهم ليا وتا واحد ما غيدي ما غيجيب، يا كاينه غير هي وبنتها والعساس وصافي. ديري واحد النهار في الصويك ما يكونوش جيبيهم ليا يا وصافي. فين مشاو الذهب والفلوس الله على المسيح واقيلا دخل الشفار الله على ما عرفت هادشي اللي كاين. قالت لهم لا ما نقدرش، لا لا ما نقدرش، لا 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 مزيان. فات هاد القضيه هادي واحد اللحظه اشنو اقترح عليها؟ هو مصمم انه هذيك الذهب والفلوس يديهم صافي هادشي اللي كاين. شنو قال لها؟ قال لها شوفي عرفتي شنو غنديرو؟ قالت لي شنو غنديرو؟ قال لها انا غادي نقترح عليك واحد الخطه، والخطه واعره غير تبعيها معايا وراه غادي نضربو ضربتنا حتى واحد ما غيدي ما يجي. قالت له كيفاش؟ قال لها شوفي واحد النهار غتسخري ديك الاساس، غتسخري شي سخره بعيده، نقول لي جيب لي شي حاجه من السوق ولا شي حاجه غادي يمشي. ملي غادي يمشي غندخل انا للفيلا، غتدخليني غيدخل مع الباب وغادي نسمر غير في الغرفه ديالك، غنسمر تما مع البيت ديال حتى واحد ما كيدخل ليه لي حتى حتى لليل، وغادي نوض غادي نصل الشرجم غادي نلوحو بانه الشفار دخل عليك تي من الشرجم، دخلت من الصور ونقصت ودخلت لك من الشرجم، وغادي نكتفك وغادي نمشي نهز الذهب نهز الفلوس وغادي نخرج. ملي غادي نخرج عاد تي غتغوت، وملي غيجيو هما وجو البوليس كاع قول لي ما ودي راه واحد الشفار دخل ليا من الشرجم باغتني هددني خلعني كذا كتفني ومشى شفر. هادشي اللي كاين واش كتعرفي؟ يمكن عرفوش كان سيني غير بيتا الضو ما شالوش. هادشي اللي كاين بكل البساطة. قالت له وشنو بالك الا بالك مسلكه نديروها؟ قال لها مسلكه هذاك الشيء اللي دارت، مشات سخرات العساس سخراته مع جوي العصر بحال هكا السوق ولا شي حاجه مشى هو دخل دخلاته البيت عندها بقى مريح تما تالي اللي حتى لقيته ديال فات الوحيده اللي بحال هكا ناض كيتسلل. وهي قالت له دير هاد الغرفه هذه اللي فيها اللعيبات صافي. مشى جبد الذهب جبد الفلوس وخرج، وكان داير ليات ما كانش داير يديه مباشرة، جبد كل شيء ورجع. ملي رجع ضرب عليها واحد كتيفة وسد ليها فمها وحيد داك الشرجم أرماه تمايا. ودابا قال لها شوفي أنا ملي غنخرج غادي تحسي بيا بحال نقص الصور عاد غوتي. هذاك الشيء دارت ملي وهبط مشى نقص الصور، أما العساس راه ناعس في البيت ديالو كاع ما جاو داني أخبار. صافي بديت كتغوت هي فاش جاو الناس مولي الفيلاج والاساس وكذا وكذا. واش هي ما تقناش الخطه مزيان؟ واش هي تخلعات؟ الله اعلم. الخطه كانت تكون محبوكه وهي تثبتات الاقوال ديالها وكانت كتعرف شنو كتقول، لانهم البوليس شدوها من الشرجم قالت لهم راه كان مسدود، وهما قالوا لها ما يمكنش يتحل الا كان مسدود مازال كان محلول. قلت لهم انا كنسدو عليا بالليل مثلا وهو مش على ضوء لا والو، يعني كيفاش كتفك وهز بيل وهز جنويه وكذا وكذا، يعني شي هضره ماشي هذيك وما مطابقاش مع بعضياتها. مزيان حنا مشاو نتاقلو قالوا لي هاد خونا هذا في كيسكم. قالت لي ولد ولد واحد الدوار فلان ثاني، يعني كاين حاضر من الدوار ديالها تقريبا كيبعد شي 80 كيلومتر على هاد المدينه هادي. مشاو مباشره مشاو باستعانه بالدار الملكي حتى وصلوا للدار لقاو يلاه ناس ناعس مع راسو شدوه لقاو القبض، لقاو تما عندو الذهب عندو فلوس عندو اي حاجه شفرها جابوه. صافي ملي جابوه بقى كيدور في عينيه هو يعترف قال انا غير مهم قلت ما يدار ولا مره نخدم مره ما نخدمش وتلاقيت مع بنت الناس وبغي نتزوج بيها في حلال ولكن ما قدرش الله غالب، حاولنا انا نسلفهم عند الحاجه ولكن هي قالت لي الحاجه ما تسلفنيش راه بخيله. صافي طاحت لي الفكره الشيطان غواني والفقر قهرني وبغيت نتزوج انا وندير داري وليداتي. هادشي اللي كاين
المهم تقدموا بجوج ليهم العداله، وهذه تهمه ديال السرقه عند ظروف شديد كاين الليل، كاين اكثر من واحد راه هي وياه هي والخطيب ديالها، وكاين تسلق المهم وتهديد يعني راه هددها مثلا او بالاتفاق. المهم كاين ظروف شديد صعب تقدم العداله كما قلنا، وتحكم هو ب 15 عام ديال الحبس، بينما هي البنت الخدامه تحكمات ب 10 سنين ديال الحبس. ايوا هنايا كتنتهي القضيه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، وما تنساوش بارطاج جيم كومونتير ودمتم في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.